سامي البارح وصل معاك وصل المعاجل. قال ابو سامي البارح وصل المعاجل هز ساحه بني قوس الحيود العنيده. انه نادر استشهد وهو كان راحل طالب الله والباري قضى ما يريده. رحمه الله يا حامل صفات المراجل دي توجه لباب الله واصباح فقيده. قصيده كلمات الشعر المعروف ابو سامي القوسي القاها تعزيه بعد وفاه المقبوله باذن الله ابو نادر ناجي مقبل بن يحيى القوسي الذي وافت في المنيه اثر حادث مروري بعنوان فراق الصديق. يلحنها فايز ابو شمس عزفها ابو خل عبد الفرحان وايقاحها زياد فرحان. تسجيلات الفايز ذرا. الحيود العنيدة إن أبو نادر استشهد وهو كان راحل طالب الله والباري قضى ما يريده. رحمة الله يا حامل صفة المراجل دي توجه لباب الله واصبح فاقده. شرفنا بمقداره قبائل عديدة واخوته بالوفاء يستقبلوا كل زامل واعلنوا الرايه البيضاء بصوره جديده. صوت دار الحجر فيه على العز واصل مكرم الطيف بالجوده تحير عده. اكرم الضيف بالجودة تحير عيده. واشرقت شمس بيضاء في سما بيت مقبل ان شاء الله تحييها النجوم الجديده. نور ابو نادر اللي كان بينور الكل صاحب الشور بالمعروف او بالجارده. مخزن البيت والمفتاح والقفل بيده كان رمز الأخوة والوفا والتكامل كان عقله يرجح للعقول العنيدة. كان ما يعجبه ياخذ من الناس باطل أو يسلم لحد باطل ولا بالمكيدة. واجه الله بأعمال النفوس السعيدة. كان حمير باب ونادر مكمل وكامل هو يحيى وابو ماجد محمد رصيدة هو مع جاد وأحمد والهشام المناضل كل حد مرتاز احنا الجيد ما له واحدة. كان ناجي بنهر الحب والخير والأخوات تسامح مذهبه والعقيدة. مذهبه والعقيدة كان ينقد على حمير إذا الحزن شاعل بين عقله وقلبه واشتعل وارده. كان أبو
ابو نادر ربك الكل خارج وداخل من بني قوس لا انس ودي في الحديده فاجأ الناس بالموت السريع المعاجل من سمع بالخبر قال المصيبه شديده وانتشر علم بين الناس عبر التواصل في بني قوس لام العلم صباح اكيده ان ابو نادر استشهد وهو كان راحل طالب الله متوكل بخط الحديده والأجل كان واقف له على الوعد حاصل موعد الله ذي ما حد يأخر وعده ساعته والأجل مكتوب لو كان داخل لا قضى الله بالموعد قضى ما يرده لا حذر من قدر لا تحسب الموت غافل كل حد باي واجه أمر ربه وسيده خيم الحزن في قرية بني قوس كامل والبرى كلها ذي حولنا والبعيدة من بكى نادر انزل دمعي يحيى قنابل ووجع القلب ماجد ذي سمعنا نهيدة عاصفة محزنة هزت بقلبي زلازل كارثة حلقت بالعلم ذي ما نريده في بني حسين كلا يخفي الدمع داخل بعد صاحب وفي مولى الصفة والحامدة صاحب الوافي خسره أكيده نسأل الله له الرحمة وطيب المنازل يسكنه جنة الفردوس يرحم شهيده وآخر القول صلى